¡Ole! ¡Ninja me ninja! ¡Allah! ¡Don Tani! ¡Nice! ¡Habibi والله! ¡Oh! بلش يتحول، هيتحول ولا تحول معلم؟ ول 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 كول. هلو حبايبي الكرام، كيف ان شاء الله بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام حبايبي. مثل ما انتم شفتوا اليوم معلم عنا الحاضنة الجديدة يا اساطير، ركزوا معي كيف هون عن هالحاضر. صراحة ما بعرف شو اسمها الحاضر يا شباب، بس قبل ما نعمل أي شيء شباب ونشوف حظنا بهذا الحاضر يا أساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام يا حناس. أوكي معلم، مكتوب هون معلم أنسيت هانتر، يعني شيء متعلق معلم بين الصيادين وما صيادين وما أعرف شو حبيبنا. لكن يا أساطير خلينا نروح ندخل شباب ونشوف باقي السكيلات، لأنه عن جد شيء باللوز حبايبنا. لا تنسوا تحت بالتعليقات لايكاتكم وشيراتكم وتعليقاتكم يا أساطير. أوكي عن هذا الشباب الأول حبايبي اللي هو اسمه الجولد هوم جواستر باندل حبيبي والله. طولوا بالكم شباب، نحولها العربي شباب عشان نفهم يعني الاسم مزلفة مع بعض. طولوا بالكم. اوكي حبايبنا الكرام، هيك حولنا اللغه العربي شباب عشان نشوف شو اسم الحاضنين بالضبط. اوكي معلم، اسمه الصائدي الزمن العتيق. معلم الزمن العتيق، العتيق البلوز معلم، يعني هذول معلم شغل العتيقين، يعني شغل انتيقه معلم، حاضره انتيقه معلم. اني واي شباب خلينا ندخل شباب نكمل. اوكي عندنا هي اول وحده يا اساطير اللي هي اسمها حزمه الشبح الذهبي. طبعا مثل ما انتم شايفين معلم بدها من جواهر، واو من جوار معلم حبيبي والله ان شاء الله بربي، لانه معلم مع بعض شباب معي فقط 2300 جوار. اوكي يا اساطير بس ولا يهمكم شباب، الافضل المهم انه نفرجكم الحاضر الجديد يا اساطير. اوكي معلم اني واي عندنا هي شباب الشبح الزئبقي، هي الزبح الزبق معلم. طبعا شباب لاحظت شغله بهالحاضنه، هذا جاي يعني ضخم اوكي، وتحسه يعني كل سكين يعني له يعني ليفل ليفلات، فهمتوا علي كيف؟ طبعا شباب لازم هسه افرجيكم شخصيات الملك كمان. اوكي اني واي هون عندنا هذا الشباب الوردي هذا ولا البرتقالي، مو برتقالي يا جماعه، المهم معلم هذا هو 6 جواهر و3 اقنعه يا اسطي. بس ولك يا شباب الصراحه طولوا بالكم، انا شايف هذا يا صدقون هذول الصراحه انا اللي عجبوني اكثر شيء بهالحاضنه يا شباب. هذا اسمه الشبح التيتانيوم معلم. صراحه شباب اكثر واحد عجبني بهالحاضنه شباب اللي هذا وهذا سكين، ما اعرف ليش شباب، ما بعرف ليش عجبني اكثر واحد، يعني الصراحه شايفه يعني انه اخف اكثر والوانه احلى، يعني دائما ما اعرف ليش، ترى انا شباب بحب الالوان الاسود والاحمر يعني دائما. anyway شباب بالنسبه لشباب هذول هن يا اساطير تمام. بس ولكن شباب رح نعمل شيء سريع لانه ما لازم انسى، مثل ما قلت لكم لازم نروح نشوف نبدل ونشوف شخصيه البنت شباب، نشوف شكل السكنات كيف. اوكي خلينا ناخذ مين ناخذ؟ خلينا ناخذ ليلى معلم ولا نيكيتيا؟ ليلى معلم، خلي ليلى حبيبي والله. anyway معلم خلينا كمان نشوف اوه هاي بالنسبه لشكل البنت يا اساطير حبيبي والله، غير شكل ول كفو. هذا السكين كمان اوكي 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 اوكي، وهذا اللي بعده حلو، وهذا اللون الاسود. صراحه شباب يا اخي اللون الاسود طلع يعني بالنسبه لشباب يعني من افضل شيء، ما اعرف ليش. اوكي شباب قبل ما انسى شباب هون عندنا هون التوب اب، طبعا هون يا شباب الرقصه اللي فرجتكم اياها يا اساطير اوكي بالفيديو اللي فات، وناخذ واحد قناع وواحد حجر شباب. هلا هيك معلم وضعنا باللوز معلم، هلا هيك امنا نقدر نجيب هذا على رواق. اوكي شباب بس ولكن طولوا بالكم لسه بنحرق شوي معلم، 5 لفات 200 جوهره شباب، عندنا 3 قناع، قول بسم الله ليتس جو روح يلا روح. هات لنا شو معلم حظنا بهالحاضر معلم، حجر حلو، هي اول حجر شباب، قناع حجر وقناع شباب، حجر ثاني وي معلم هيك سقف سقف انا معلم. اوكي لا خلص خلص خلينا نبلش نحرق معلم، بدنا نرجع راسنا معلم، خلينا كمان نشوف خلينا كمان قول لي حجر حلو نايس. طبعا شباب اكيد ما راح اجيب لنا احجار شباب، هذول بعد اجيب السكيل هذا هذا الوضع. anyway شباب مش اول ما تزعل بس السيرفر مين معلم، نحاول نجرب لكم اللي بعده. اوكي اللي بعده ولي قول لي خناع معلم، ما في خناع يا الله يا الله قناع يا زلمه يا زلمه، اعطونا شيء قناع يا زلمه شيء حجر ولو يلا ايه طول بالك قناع، اعطونا قناع وحجر حلو حلو حلو، هي قناع وحجر يا اساطير، قناع وحجر شباب حلو حلو كثير حلو معلم، حظنا باللوز يا بوي. اوكي يلا هيو يا زلمه يلا ولو يلا قناع وحجر معلم يلا ولو، خلي حابين على الخير نجرب لكم سكنين معلم، بيض بيض معلم. اوكي نكمل يا اساطير، اوه هي قناع قناع وحجر
باللوز معلم باللوز. اوكي معلم كم شوف سمع الاربع اقنعة يعني 200 جوه 2000 جوه معلم جبنا غير شيء وقالي اوه حجر باللوز كم يلا كمل يا زلمه يا زلمه يا زلمه يلا بلو احلى غناء معلم. اوكي معك كم صار انا معلم هات لنشوف. اوكي من اوه يا شباب الوضع باللوز معلم يلزمنا حجرين معلم يلا شوي طلعنا حجرين لا في حجرين معلم يلا اوه عندنا 5 بطاقات معلم نضربهم اوه احلى قناع حلو طلعنا قناع يا اخي صار عندنا كثير اقنعه معلم بدنا حج بدنا حجرين يا شباب يلا ان شاء الله يطلعنا حجرين يلا بسم الله ان شاء الله حجرين معلم يلا ابلع قناع يا زلمه اوه ماي جاد شباب الحظ مو طبيعي معلم حظي بهالحاضر الجديد يا شباب مو طبيعي اقسم بالله معلم ايوه هي حجر يا اخي شباب يا شباب الوضع باللوز الوضع باللوز اقسم بالله شباب اقسم بالله مو طبيعي معلم هذا الحظ بهالحاضر معلم يا سلام عليك اوكي شباب خلاص طب بطل امور شباب عندنا 8 اقنعه اوكي و12 حجر يعني شباب نقدر نجيب هذا وجرب هذا يعني نجرب لكم هذا وهذا وباللوز يلا اوكي شباب طولوا بالكم اول شيء حجرب هذا شباب نجرب هذا نجرب لكم هذا تمام خلينا نحتم الحصول يا هلا يا هلا يطبعوا معنا بسكن بنت يعني بس طولوا بالكم عشان نعمل هيك منهم نجرب لكم نفرجيكم اياه شكل السكن البنت صراحه شباب صراحه انا شايف حلو يعني هيك منظر اولى شاب يعني مو هال حتى هذا المعلم هيك شكل الشيطان معلم من ورا كمان يعني اشي باللوز بس ولكن الشيء مو عاجبني كثير شباب الشعارات بس anyway معلم معلش حلو مرتب ومرتب حاضر مرتب يا شباب ماشي ماشي يعني صراحة يعني انا بعطيها شاب مو 10 على 10 تمام ما بعطيها الممتاز ممتاز ممتاز بس يعني بين متوسط وجيدة يعني جيدة يعني حلو يا شباب في تحسن شاب يعني مو مثل الحضارات اللي فاتوا anyway معلم هذا هو الشكل الحاضن هي بالنسبة لشخصية بنتي أساطير أوكي وضعنا باللوز حلو 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 الآن نروح نجرب شخصية الشاب أوكي جابنا ناخذ شخصية شاب خلينا نشوف ناخذ معلم خلينا ناخذ كريستيانو معلم ناخذ شخصية شاب تبعت كريستيانو معلم يلا ليتس جو خلينا نفتح نشوف الحاضن معلم الرقصة طبعا الرقصة شاف ما فرد ما ذكر الفيديو اللي فات ما عرفت فرجيتكم إياها ولا لا هي الرقصة يا أساطير حبيبي والله أنا ما عمل قفزة الأساس قريبة عليه يسمعها anyway معلم خلينا نجي لهو الشباب نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك كريستيانو باللوز خلينا نقول نجرب هذا الشاب والله يعني ماني شايفه انه هذا يعني الحجم الكبير يعني بصراحه ماشي الحال شو معنى عندي 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 كلوز بهذا الحساب كمان اوكي عشان انا بسيرفر يعني ما اعرف شو المهم معلم السيرفرات الاسيويه بينزلوا احداث يعني ابكر من عنا بس انمي معلم هذا هو الاسم والله شاب مش مشي صراحه صراحه معلم انا توقعت انه يكون كبير او شيء لا والله معلم صراحه السكين حلو كتير كتير انا شباب انا متحمس اكثر معلم لما نحط له راس الساكورا يا بوي اوكي معلم هات لي شوف شباب هذا هو السكين صراحه ما يشبه شيء اسود لونه حلو شباب يعني اسود واحمر وطالع كتير مرتب حلو 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 كتير كتير حلو شباب والله صراحه يعني اعطيكم مثل ما قلت لكم يعني خلينا نقول جيد ليس ممتاز ممتاز ولكن جيد جدا يعني حلو جربنا معلم باللوز بس حبينا نشوف هيك شوي هيك الاشياء شوف ال كثير منكم بحبوا يشوفوا ال ال البنطال كيف يكون شكله مثلا خلينا نحط له هذا معلم نايس نايس خلينا نشيل الجسم مثلا اوه 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 حلو حلو كتاب حلو 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 شباب حلو حلو اوكي معنا 100 جوهره معلم طول بالك معنا 100 جوهره 112 جوهره معلم طول بالك اوكي نضرب هون نجي لهون نجي هون نجي لهون ايوه نرجع للاستبدال حلو هلا شباب نجيب لكم نجرب لكم الاغلى واحد معلم اغلى واحد معلم يعني حبيبي والله اوه ماي جاد اوه ماي جاد معلم اوه ماي جاد طول بالك معلم بس ولكن رح نعمل نفس الشيء شباب ندخل على السريع بشخصية بنت اوكي اوكي حبيبي هذا بشكل سريع شخصية البنت شباب هيك يكون شكله طبعا شاب فيه ميزة اللي هي تخفي الحقيبة من ورا تمام بس والله معلم الصراحة شكله مخيف يا اخي هذا السكين عن جد شكله مخيف يا اخي حسسني ما اعرف حسسني وال حسسني صدقوني شايف حسسني بال 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 ايام زمان حضرت الساموراي عرفتوا دول الاقنعه وما اقنعه عرفتوا كيف اوكي خلينا ندخل نشوف وين معلم اوكي 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 معلم لون ذهبي ماشي حاله ماشي حاله شاب بالنسبه لشخصيه البنت ماشي الحال ماشي الحال كل شيء باللوز نايس 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 خلينا نشوف الشاب شباب بس حابب اشوف كم بقى عندنا احجار وقناع معلم ما انتبهت انا خلينا نجي لهون معلم نجي لهون ندخل على لاكي رويال نشوف كم بقى عندنا احجار وعقنع معلم بقى عندنا ثلاث اقنعه واثنين حجر طول بالك شو نقدر نجيب شباب هل نقدر نجيب شيء اوكي ثلاث احجار واثنين اقنعه اوه لازمنا اثنين كنا نقدر نجيب لكم نجيب هاي نجرب بس ولكن معلم ماشي ماشي ما في anyway طول بالك معنا معي 100 جوهره معلم خلينا نشوف حظنا معلم هذا نضرب وبيض
أوبيل. اوكي اوكي معلم خلاص معلم هذا هو يلا حط شخصيه الشاب شباب حط كريستيانو معلم كريستيانو جاهز لبطول عليه مدى خلينا نجي لهون رح ننزل ندخل عليه من حابب ادخل هيك شيء جيمنج خفيف لطيف اوكي طول بالك هذا هو بالنسبه لشخصيه الشاب كريستيانو معلم لوكاس يا سلام هذا هو خلينا نحط بس هيك نشوف الشكل الجسم كيف البنطال طالع والله بس طالع بنطال حلو عن شيء ذهبي ما ذهبي وشي باللوز يعني ماشي حاله بالنسبه للجسم شباب اللي هذا خلينا نعمل ناخذ شيء سكين ثاني يكون خفيف ثاني نشوف كيف راح يكون الشكل نايس 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 طبعا شباب انا صراحه انا شخصيا شباب راح اعمل هيك راح اعمل هيك واعمل هيك اعمل هيك لا طبعا بلاش ندخل بالحيطان شباب طول بالكم نجي نعمل هيك نجي نعمل هيك تمام ولحب بس اجرب شيء ثاني شباب نحط شعر ثاني او والله طلع هيك باللوس anyway معلم خلينا حتى ما ذاك نجرب الشعر هذا وندخل شيء جيم على السريع اوكي حبايبي حان وقت الجلد ولا نشوف نزل هون معلم شوف هذا السيرفر علم كيف لعب ولا اساطير هذا معلم طبعا عندي معلم بينك طالع كثير لانه انا معلم يعني انا منطقه اوروبيه فهمتوا علي كيف ورايح على سيرفر ثاني معلم بعيد كثير يعني حبيبي والله anyway شباب ماشي الحال خلينا ندخل نشوف طبعا شباب اخر نزلت لكم معلم ثلاث فيديوهات الفتره الاخيره معلم يعني كنت شايفين لابس نفس اللبس معلم طبعا شباب حبيبي والله نفس اليوم عم بصور لكم بس هناك بنزلكم مقاطع شوي 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 ورا ورا anyway معلم غير ندخل نجي لهون ندخل نشوف الوضع هون ننزل لتحت نشوف وين الناس يا اخي نشوف يا اخي بدنا نضرب يا اخي بدنا نجلد معلم يا اخي كل شوي بدخل تدريب معلم بجرب الحسكن يا اخي خلينا شوي نتغير الوضع نلعب شوي هيك معلم هيك هيك اللعب هيك باللوز اوكي تعالوا 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 خلينا نشوف هنجي لهون اوكي تعالوا هون وين الناس اللوت هون طبعا ما نشوف اللوت عم بتاخر باللوت بس anyway والله الصراحه شباب ماشي حاله السكين الصراحه هيك باللوس ماشي حاله الصراحه سواء شباب مثل ما قلت لكم يعني حاضنه جيده شباب في تحسن باللوس انا زي ما شفنا هيك حاضنات يعني هيك اشكال حلوه حبيبي والله ناخذ الدرع تمام حقيبه كفو بدنا نجي لهون معلم وين الناس يا اخي بدنا نحاول نجلد يا اخي حاول نجلد يا اخي بدنا نجلد شوي يا اخي اقسم بالله معلم خربنا ابو الحقيبه ابو السكين بهاللبسه بهالحقيبه يا زلمه والله معلم شوف شو كثير خرب السكين يا اخي هالعنكبوت اللي ورا ظهري يا اخي حبيبي والله anyway معلم الظاهر معلم ما راح اشوف حدا معلم انا بحب دائما شباب لما اجرب سكين بحب دائما اجرب باللعب يعني كيف الشكل هذا هي قولي بوت 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 علوبي هذا شو بس ضرب عليهم يعني حابب احب اشوف شو عم يمشي في الايفكت معلم من تحت باللوز ماشي الحال اوكي شباب سلام عليكم حبينا بس اذا حبيت اجرب هذا الشيء اوكي سكين ماشي حاله اوكي سكين يعني اتس اوكي شباب يعني ماشي حال باللوز سو حبيبي الكرام اعطونا لكم بالتعليقات يا اساطير بهذه الحاضنه الجديده شباب صرنا زمان يعني ما شفنا هيك حاضنات جديده تمام سو ليزيز اند جنتلمان بشوفكم على خير يا اساطير لا تنسونا بزر اللايك والمشاركه والاشتراك والفتح بعيد درجة الجرس وكل هالاشياء الوصول يا شباب الله يسعد لي اياكم من لكم يومكم سعيد تشاو اميغوس